عايزين نلم رقم 28260 لسنه 2014 جنايات المطريه. حكمت المحكمه وباجماع اراء اعضائها حضوريا للاول حتى الخامس ومن السابع حتى الاخير وغيابيا للسادس. اولا بمعاقبه كل من الاول احمد امام محمد السيد والعاشر محمد عيد احمد خليل بالاعدام شنقر. العاشر محمود عيد احمد خليل بالاعدام شنقر. ثانيا بمعاقبه كل من مصطفى عبد الوهاب روضي وانور وجدي محمد ابراهيم واحمد وجدي محمد ابراهيم واحمد كامل محمد يوسف بالسجن المؤبد عما نصر اليه. ثانيا بمعاقبه يحيى محمد السيد محمود الكرماوي بالسجن المشدد لمده 15 سنه عما نصر اليه. رابعا بمعاقبه كل من بدر البيومي شديد حسنين محمد رمضان زهير عبد الكريم عمرو فاروق صادق محمد فاروق عبد الرحمن محمد اشرف السيد عبد المجيد احمد عيد